نريد متابعة ما حدث من خلال صحة دخول الكرة التي طبعا كانت حاضر من خلال الشوط الأول وعملية تصدي لونين بعد مجهود كبير من قبل الزملاء على المستوى التقني، وهذا ما اتضح مع الزملاء. يعني هذه النتيجة المقربة الأكثر للزملاء على مستوى دخول الكرة من عدمها. كابتن وائل، رأيك في هذه اللقطة؟ هو باين من اللقطة ان هي مش كلها على حسب القانون الجديد ان هي دخلت بكامل استدارتها يا عبد العزيز. هذا الماكسيمم كابتن. انا الحكم ومفيش التقنية اللي انت عرضتها دلوقتي هحسبها هدف. طبعا الزملاء ايضا في قسم الاحصاء هنا في بي ان سبورتس يشيرون بان الشامبيونز ليج و البريمير ليج والبوندس ليغا والليغا الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وأيضا دوريات الخمس الكبرى يعني حتى السيريا آ تتواجد تقنية الهدف عين الصقر ما عدا الليغا. المفروض الحكم، هل هذا أمر مستغرب يعني؟ المفروض الحكم هو صاحب القرار، لأنه عنده لما تدخل تعمل عين الصقر اللي هي تعمل الصفارة، التقنية هي الساعة الهزاز، الساعة الهزاز. لكن هذه غير متواجدة، هذه التقنية غير متواجدة في الليغا. دوري على مستوى عالي كابتن، تخيل هذه التقنية غير متواجدة حتى الآن. مع العلم بأن الدوريات الخمس الكبرى متواجدة ما عدا الليغا. هو اللي معناتها عنده الحل، الحكم عنده الحل كيف، لكن حتى ما دخلتش الكوره على حسب التقنيه دي ما دخلتش.